السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في حلقة جديدة من قناة فيتشر جاردنز. النهاردة هنوريكم ازاي بنزرع الريحان يا جماعة في قصاري مكرميات نص دايرة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. فطبعا بعد ما احنا خرمنا المكرمية وحطينا شوية طمي تحت، فضينا الريحان من القصاري السوداء ال 15 سم دي، تمام، وحطيناها في المكرمية وزودنا الفراغات بالطمية زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر العود يكبر عليها. وطبعا لازم نتأكد ان المكرمية نهزها كده مرتين ونتأكد ان هي ايه الطمية وصلت لجميع انحاء المكرمية. ودلوقتي هنوريكم ازاي نزرع مسك الليل في المكرمية النص دايرة. بنجيب طبعا شوية طمية بعد ما احنا نخرم المكرمية. طبعا المكرمية تخرموها بمقص بقى، بأي حاجة، بمسمار، بأي حاجة تقدروا تخرموا بيها. وبعد كده بنفك الشالية بتاعت مسك الليل، بنخبط عليها مرتين او ثلاثة واحنا ماسكين البصلاية بتاعت الزرع بايدينا من تحت. اهم حاجة نشيلها بس ما نملش العود، يعني نطلع النبات بدون الجزرة بتاعته. لازم يكون واحد فاهم في الموضوع هو اللي يعملها، وبالتجربة هتقدروا تعملوا كل حاجة ان شاء الله بإذن الله. طبعا احنا بننسق دلوقتي مسك الليل في العود اللي هو المكرمية، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. بنحطه بطريقة بحيث ان هو يكون في نص المكرمية عشان يبقى شكله جميل، وبنملى الفراغات بالطينة او بالطمية المخصصة للزراعة علشان خاطر النبات يقدر يكبر عليها. وبنهز المكرمية مرتين علشان ايه نتأكد ان الطمية وصلت لجميع انحاء المكرمية. ودلوقتي هنعمل ايه تاني؟ في طبعا زرعنا احنا طبعا ايه، شايفين انتوا الحاجات دي اللي هو الفل، الريحان، الورد البلدي، مسك الليل، الموريا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. يعني هنزرع دلوقتي الفل في المكرمية النص دايرة زي ما انتوا شايفين. طبعا هنجيب القصريتين الياسمين زي ما انتوا شايفين كده، والاسمين ما عندناش ياسمين مظهر يا جي محمد، مظهر. طب هو التزهير بتاعه بيبقى من امتى لامتى؟ وقت الصيف. في وقت الصيف يعني. وده يا جماعه مواعيد الري بتاعه، كل لما التربه تنشف لازم تزودوا التربه مية علشان خاطر درجة الحرارة العالية علشان النبات ما ايه ما يتعبش منكم. وطبعا ايه لو في اي حشيشة او حاجات زي كده طبعا لازم تتشال زي ما انتوا شايفين كده. بس او شايفين بننظف الحشيشة دي ازاي يا جماعة؟ الحشيشة دي لازم تتنظف، واي حشيشة او اي حاجة تطلع معاكم في الزرع لازم تشيلوها عشان ايه ما تضعفش النبات. طبعا بعد ما احنا زرعناه وحطينا الطمية لازم نهزه مرتين عشان نتأكد ان الطمية وصلت لجميع انحاء القصرية ومفيش حاجة فيها هواء. وبعد كده عايزين بقى ايه نوريكم في حلقات تانية ان شاء الله بإذن الله كيفية زراعة الياسمين الهندي والكازاليزم في القصاري الملونة. ونشوفكم على خير في حلقات جديدة من قناة فيوتشر جاردنز.